مطلق العنزي أيضا يستعد متمنيا له التوفيق ولك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. أحييكم في أمسية مميزة رئيسية في هذا اليوم السبت 26 من أكتوبر 2019، في اليوم الأخير ضمن المرحلة الأولى ومحلينا الرابع. اليوم خاص في فترتنا المسائية لهجن أصحاب السمو الشيوخ السعادة وسن الجذاع. طبعا المسافة هي 5 كيلومترات. نهني هجن الشحانية على انتزاع وتحقيق طلعة أول نواميس الفترة المسائية مع هذا الشعار الأدعم بقيادة محمد بن خالد بن عبد الله العطية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز. انطلاقة أخرى موفقة إن شاء الله للشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان، وأيضا بحثا عن الناموس شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في هذا الانطلاق المميز في هذا المساء. المقدمة المركز الأول هنا حوران على المركز الأول يقود الأسماء بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني، يقوده المضمر خليفة بن عبد الرحمن بن عبد الملك في المتابعة. مباشرة إلى ذوق على المركز الثاني بشعار هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثالث هنا كوذنان على المركز الثالث بشعار هجن الشحانية وقيادة محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي قاد طلعة في شوطنا الماضي. المركز الرابع الرقم 20 على المركز الرابع معطش لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني على المركز الرابع. نقلة أخرى إلى شبل المضمرين اللي يقدم شعار هجن الشحانية على المرتبة الخامسة، وهذا مخوف ب انطلاقة هذا الشعار شعار هجن الشحانية. إذن هذه المراكز متابعينا مشاهدينا الكرام، النداء الأول لمجموعة خماسية تنطلق في هذا المساء في هذه الأمسية مع هذه الأسماء العملاقة. يا سلام محلينا الرابع المرحلة الأولى مع هذا اليوم يوم السبت. الله راحت 2 كيلومترات القيادة مع الشعار الأصفر، القيادة مع حوران. حوران في الميدان ينطلق ويندفع، يطمح حوران أن يحقق ناموس الشوط الأول. صعب الشوط الأول لكن حوران في موقع المميز ينطلق، ينطلق في الصدارة بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني يقود الأسماء بقيادة المضمر خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك على المركز الأول يقود الأسماء. نقلة أخرى إلى المركز الثالث إلى الثاني، المركز الثاني يتقدم ذوق. ذوق اسم جميل يقدم سالم بن فاران، يقدم ذوق على المركز الثاني وينطلق إلى المركز الأول بهذا الشعار الأدعم الكبير شعار الشحانية الغني عن التعريف. ينطلق مع هذا المسار هنا المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. هذا هو سالم بن فاران الذي قدم العديد من الأسماء مرافقا هذا الشعار الأدعم الكبير في مسيرة رياضية حافلة يا أخواني، مسيرة سيوف طويلة مع هذا المضمر، مع هذا المضمر المخضرم سالم بن فاران الذي قدم العديد من الأسماء العملاقة الحاصلة على الرموز، الحاصلة على السيوف، الحاصلة على الأشواط الرئيسية. هذا هو سالم بن فاران المري يتقدم
قدم شبل المضمرين مع المركز الثاني اسم جديد، وهذا زاهي، اول اعلان لزاهي مع 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 هذا الشعار الادعم الكبير مع المركز الثاني. وهنا شبل المضمرين ايضا نار على علم هذا المضمر، شبل المضمرين يقدم هذا الاسم. المركز الثالث يتقدم عطش على المركز الثالث، اعلناه قبل لحظات بالمركز الخامس، يتقدم باحثا عن تحقيق ناموس، شعار شطرنجي ينطلق على المركز الثالث، شعار سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني على المركز الثالث. وصل مضمر طلعة، وصل العطية، وصل المشاغب، وصل المشاغب وذنان. أعتقد أن من سلالة وذنان يا محمد، أعتقد أن من سلالة وذنان من خلال الشكل طبعا، ومن خلال معرفة البسيطة يعني في هذا العالم الساحر، أعتقد بأن سلالة وذنان الذي يعود لإنتاج أم الزبار هناك، ووذنان غني عن التعريف أيضا من أبطال هذا الشعار، شعار الشحانية، حقق الرموز وعلقت عليه أنا أيضا هنا في ميدان التحدي في بطولة الخليج، حصل على الكاس وذنان. الآن هناك بإنتاج أم الزبار يقدم أحد الأسماء والأوراق الرابحة في هذا العالم الساحر، هذا هو وذنان بشعار هجن الشحانية عند محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الرابع من العمق يتدخل هنا شعار هجن الشحانية عند شبل المضمرين، هذا محجوب رقمه اللي بالمركز الثالث. المركز الرابع ايضا زاهي بشعار هجن الشحانية. المركز الخامس هنا يتقدم خوف بشعار هجن الشحانية مع شبر المضمرين، لكن العودة الى الذهبي، الى الذهبي. نحن نتحدث عن المضمرين الان الحديث مع المضمرين، سالم بن فران، محمد بن خالد العطية، جابر بن سالم بن فران، اين سيذهب الناموس؟ الله، لأن الناموس عن نابي في هذا الشوط حدد وخصص عن نابي المراكز الخمسة الأولى، لكن إلى أين سيذهب؟ هل سيذهب إلى الذهبي أم شبل المضمرين؟ قادم مع النشمي، يلا يا النشمي، خلك نشمي في هذا الشوط، انطلق إلى الناموس. لكن سالم بن فران قدم هذا الاسم منذ الانطلاقة، قدم ذوق باسمه الجميل وبعرضه المميز، يحصد ناموس الشوط الأول الرئيسي حاضرا وفائزا ومنتزعا ومحققا ناموس الشوط الأول مع الذهبي سالم بن فران مضمر الداودية. يا سلام، هذا هو ذوق يحصد ناموس الشوط الأول الرئيسي الخاص بالقعدان محققا وفائزا مع الشعار الأدعم الكبير، تهانينا والناموس وتهنئة خاصة للمضمر سالم بن فران المري. المركز الثاني النشمي الهجن الشحانية بقيادة المضمر جابر بن سالم بن فران، تهانينا والناموس. المركز الثالث وين زاهي؟ زاهي اللي بالمركز الثالث لهجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فران. المركز الرابع مخوف الهجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فران. المركز الخامس الحذر الهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فران المري. متابعينا مشاهدينا الكرام، إذا شعار الشحانية يحكم القبض على المراكز الخمسة الأولى وينتزع مع هذا المضمر الذهبي وذوق يحقق ناموس الشوط الأول الرئيسي مع هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فران المري. التوقيت الزمني لحظة وصول إلى خط النهاية 7 دقائق 31 ثانية، 88 جزء من الثانية، توقيت مميز يسجل مع هذا البطل. تهانينا والناموس للذهبي سالم بن فران المري على فوز ذوق بالمركز الأول وحصوله على الناموس. المركز الثاني 7 دقائق 34 ثانية، 70 جزء من الثانية، صاحب المركز الثاني النشمي بشعار هجن الشحانية مع شبل المضمرين جابر بن سالم بن فران المري. المركز الثالث كم رقمه؟ المركز الثالث زاهي بشعار هجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فران المري. التوقيت الزمني كما تتابعون على هواي مباشرة 12 جزءا من الثانية 37 ثانية و7 دقائق سجلت معها.